سلام لكم، انتوا وحشتوني فعلا كلكم، ومع انكم في وسط الشر كنتوا عايشين، بس كلامي ليكم كنتوا فاكرين لما قلت اني هاجي تاني وهاخد اللي فاكرني وهسيب اللي هينساني، فاكرين لما قلت للشر ما تعملوش، فاكرين لما نزلت وخلصتكم من الموت وقلت لكم للي عملته معاكم ما تنسوش، وعشان انتوا بس اللي سمعتوا كلامي هلبسكم تيجان النصرة وهتمشوا في موقف عظيم قدامي. انتوا طلبتوني من جوه قلبكم فسمعت ليكم وعلى طول جيت لكم، ودلوقتي جت اللحظة اللي فيها هقول لكم تعالوا الي يا مباركي ابي رسول ملك المعد لكم.